انت عم تقولي الشغلات نفسها، ما رح ارد عليكي. لما بيطلعوا بالباص بيستخدموا بطاقة او هيك شي، انا هلا شو اعمل؟ من وين بدي اشتريها؟ وانا شو بيعرفني بنتي، اسألي يلي واقفين هنيك من وين وروحي اشتريها. تمام. لك شو هالوضع اللي وصلت له؟ أنا مستحيل أقدر أركب بالباص. تاكسي. أهلين سيد عاكف بيك. شو نقول اركبي بالسيارة؟ لا ما في داعي، وصلت أصلا، الغراض بإيدي مو تقال يعني. شو نقول خانم، اركبي بالسيارة. لوين حنروح؟ ها عاكف بيك رح أعمل قاورمة، وأنت بتحب الهليون بحط لك معها كمان. شو نقول، يلا اركبي بالسيارة، في موضوع بدي أحكي معك، وبعدين روحي على البيت وعملي شو ما بدك. يلا طلعي، ما دخلني إذا بتحطي هليون أو لا، بس بالأول بدي تجاوبيني على سؤالي. طبعا إذا ما كذبتي علي وجوابك كان مقنع بترجعي على البيت، وإلا طبعا كلامك صح، أنت المدير، يلي بدك يا بيصير. طيب ماشي رح أركب. بكفوا هدول؟ لحظة رح أعطيك الباقي. لا ما في داعي، شكرا كتير إلك. شكرا حبيبتي سوسة، طلعت بسرعة من البيت ونسيت أخذ جزدان. العفو حبيبتي، شو عم تقولي؟ يلا خلينا نفوت.